لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الان الاجهزه ما تخترق لك، الاجهزه الاستخباراتيه ما يبعثوا لك ناس يدخلوا لك البلاد، الان بالفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي يجندوا لك الناس في وطنك ويجندوهم، يتحكموا لهم في عقولهم ويدفعوهم الى تحقيق اهدافهم من حيث لا يدري الشخص اللي راح يحقق لهم الهدف ولا الاخرين. هذه هي الحقيقه المره، وهذه هي الحقيقه التي للاسف الشديد كثير يتغافلون عنها. اخواني الكرام، اقول من الاخر، ما بعد ظهور تبون يجب أن لا يكون مثل ما قبله. أنت ظهرت، ها هو الشيء يجب أن يكون. على الوزراء، على رئيس الحكومة وبعض الوزراء يسافروا، يجلسوا مع الرئيس، يحكم على الرئيس، يعاودوا إظهار الرئيس بصورة أخرى غير هذه الصورة المؤسفة اللي يظهر بها إيها. أيضا يبدأ الرئيس فعليا. خلي فقط، أنا ما راح نتكلم لك على المشروع اللي يجب على الرئيس أن يقوم به، راح نكلمكم نهار اللي يعاود يدخل. وأجزم لكم أيها الجزائريون، لو تستمعوا بقلوب صادقة تنحوا عليكم الأحقاد. أنت كي تحقد على أنور مالك، أنت ما أضريت لي، ما أنقصت لي عمري، ولا إذا حبيت نزيد لي في عمري. أنا فقط نقول لك اسمع الكلام هذا ودوروا في راسك وعلم نفسك فقط، علم عقلك فقط أن يناقش هذا الكلام بمنطقية. ما تغلقش دماغك ويظلوا يعرفوا فيك ويسوقوا فيك وبعدك تخلى يبدو يبكوا. عندما نشوف الجزائريين وصلوا عادوا على صفحات الفيسبوك ينشروا في صور المآسي الاجتماعية الفقراء، هذا من الناس. غدوة أنت قادر تكون كيفه، غدوة أخوك قادر يكون كيفه، غدوة أختك قادر تكون كيما هك المرأة هذيك اللي ما لقاتش دار، عندها في ذلك الوقت ما ينفعها الجنون نتاعك هذا في شبكات التواصل الاجتماعي، ما راح ينفعك، ولا ينفعك هذا الهبل اللي تنشر فيه. راح ينفعك شيء واحد، هو انه لما تكون انسان مواطن عقلاني تسمع وتشوف وتوازن. المنظومه التربويه افسدها بوتفليقه، من اولويه الاولويات هو اصلاح المنظومه التربويه، صنع لنا جيل ممسوخ حقيقة، من حيث القيم، من حيث الأخلاق، من حيث الثقافة، من حيث المستوى الدراسي. أنا أتواصل مع أساتذة في الجامعات، والله أسمع منهم ما يندل الجبين. أكبر غلطة عملها الرئيس تبون كانت على الأقل الماستر والدكتوراه عن طريق اختبار يروحوا لها غير الناس المعينين. جاء تبون قالوا له هذه، قال لك الدكتوراه للجميع، حاب يخلق لنا شعب كله دكاترة، وأصبحوا ناس راهم في الحباس، خرجوا من الحباس راهم مسجلين دكتوراه، ما عندهم حتى مستويات. انت هنا تبيع الشهاده، هنا ضر الشهاده. اين انت يا عبد العزيز جراد؟ راك استاذ جامعي، روح احكي مع الاساتذه، ما تحكي ليش غير في العاصمه وفي الجهه اللي راك تدور فيها انت. انزل لي القسنطينه وانزل لي تبسه وانزل لي واسمع منهم، وام البواقي وغير، والجنوب الجزائري والغرب الجزائري وهران، واسمع من الجزائريين واسمع من الاساتذه. ما تسمعش فقط الى وزير التعليم العالي، وزير التعليم العالي يسمع فقط الى المدراء، دائما ما يحبوش، يبعثوا تقارير فقط ما يبعثوش المشكليات، لانه كي يبعث مشكله يطالب بحلها وهو ما عندوش حلول، واحيانا ما عندوش قدره حتى على تشخيص الخطا وتشخيص المشكله. لذلك خليني باش ما نكسرش راسي بزاف، راهو كلش مليح وابعث وخلينا راني عايش ناكل في الخبزه وفرا. هكذا دمرنا البلاد، والله هكذا دمرنا البلاد. خليكم صادقين مع انفسكم. ها أيها الرئيس تبون، أنت كي كنت رئيس جيت وحلمت تكون رئيس جمهورية وترشحت ووصلت رئيس جمهورية، هل فكرت لحظة أنك قد تتمدد على فراش المرض وقد توصل للموت وترجع له؟ فكرت فيها؟ وما تفكرش الآن إذا رجعت ومارست مهامك، يجب أن تفكر أيضا قد تعود مرة أخرى وتمرض ولكنك سترحل ولن تعود إلى هذه الدنيا. خليكم، والله العظيم إنها أصعب أمانة أنك تكون مسؤول عن الناس. اليوم وصلني الفيديو على المرأة اللي موجودة في تبسة، وشفت فيديوهات خريم إن شاء الله صراحة نتكلم عليهم في عدة ولايات، ناس مساكين يعانون. أقسم بالله العلي العظيم لو كان جيت مسؤول ونتحمل مسؤوليتهم هؤلاء الناس، والله ما نرقد ليلة.
والله ستسألون عند رب العالمين على هذا الشيء. وإذا كنتم محظوظين أنكم قد تحاسبون عليه وأنتم أحياء. وهنا شفنا بوتفليقة، وشفنا سلال، وشفنا رخر ويحيى، وشفناهم كيف، ويحيى نهار اللي يروح الجنازة خوه رفيق دربه، نهار اللي يروح له هكذا بليمينور. الدنيا هذه الدنيا ما تعطوها أكثر من ما تستحق. والله العظيم لا تبكوا على السلطة. يوسف عليه السلام قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما زالت الأجيال يومنا هذا تحكي على حكمه وكيف سير الأمور، ورح يبقى الناس تقراه في كتاب رب العالمين إلى قيام الساعة. شوف الحاكم عندما يكون حفيظ عليم، يكون صاحب علم ومعرفة، ويكون صاحب أمانة، ويحفظ هذا الشيء اللي مسؤول عليه. خليكم أقوياء، أقوياء بالعلم، وأقوياء بالخلق، وأقوياء بالضمائر، لأنه والله لن ينفعك، لن ينفعك أيها المسؤول تخلي لأولادك المليارات، والله ستحمل على كفن أبيض وما عنده شيوخ، وأنت في قبرك تحاسب على أموال راهم يصرفوا فيها آخرين ويتمتعوا بها، وأنت تحاسب عليها عند رب العالمين. لن ينفعك شيء. أنا نعرفهم ناس قبل ما يموتوا حتى ممتلكاتهم داروهم الجمعيات الخيرية، وخلوا قدر ما يكفي عائلاتهم، وكثير قال لك أنا خلاص نرحل لازم لي ندير حاجة تأخير تقعد تخدم عليا. لا إله إلا الله. ثيقوا يا جماعة، نحن الحمد لله دخلنا في مرحلة ونجونا، وكانت الجزائر ممكن أن تنزلق فيها الأمور إلى سوريا، إلى ما كانت عليه سوريا. أنا رحت لسوريا في بعثة المراقبين، والله كانت فرصة مواتية جدا لإنقاذ البلد، ولكن للأسف الشديد نظام فكر بطريقة أمنية بحتة، ها هو الآن ونوصل البلاد. نسأل الله الخير لبلادنا، واعذروني طولت عليكم، إن شاء الله ألقاكم في فرصة أخرى. الآن اقترب وقت عندي برنامج تلفزيوني، ألقاكم إن شاء الله في فرصة أخرى وحديث آخر، ونتمنوا لبلادنا الخير. واللي يهمكم بأنني أريد شر ببلادي فهو يكذب عليكم، والله ستعلمون إذا انجلى الغبار أتحتكم فرس أم حمار. شكرا لكم أحبتي الكرام، ألقاكم على خير وفي ساعة خير. لا تنسونا بدعائكم، ربما هذا الفيديو يكون أخير في عمري معكم أو عمرنا في هذه الدنيا، لا ندري. إذا التقينا إن شاء الله نلتقي على خير، وإذا غبنا أذكرونا بخير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.